جريمة غامضة تهز بريطانيا منذ الأمس. المغردون أطلقوا عليها جريمة شاحنة الموتى. هذه الشاحنة عثرت عليها الشرطة في منطقة صناعية شرق لندن. وجد داخل الحاوية الخاصة بها 39 جثة مجهولة الهوية. قيل أنها تلك الشاحنة أو أن تلك الشاحنة كانت قادمة من بلغاريا، وهي بالفعل كذلك. وبعد ساعات نقلت وسائل إعلامية أن الشرطة عثرت أيضاً على 9 مهاجرين داخل شاحنة أخرى، لكنهم على قيد الحياة. ولم يعلم أحد في البداية هل لهؤلاء المهاجرين علاقة بالجريمة أم لا. الشرطة البريطانية وضعت كل جهودها لحل لغز جريمة شاحنة الموتى، وفتحت تحقيقاً فورياً، وأكدت أنه تم اعتقال رجل يبلغ من العمر 25 عاماً من أيرلندا الشمالية للاشتباه به في الحادث. بريتي باثل وزيرة الدفاع أو وزيرة الداخلية البريطانية عبرت عن صدمتها وحزنها العميقين، وكتبت عبر تويتر أن الوزارة ستوفر المجال لرجال الشرطة لإجراء تحقيقاتهم اللازمة، وأكدت أنها تقف وراءهم وهم يواصلون عملهم لتحديد كيف وقع هذا الحادث الرهيب. وحازت جريمة شاحنة الموتى على اهتمام رسمي كبير في لندن، وأبرز المهتمين كان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الذي كتب على تويتر: أصابني الحادث بالصدمة، وأنا أطلع على المستجدات بصورة منتظمة، وأعرب عن خالص التعازي لذوي الضحايا. أيضا وزير الدولة لشؤون الداخلية براندون لويس قال عبر تويتر إن السلطات تعمل على ضمان محاسبة المسؤولين عما جرى. شرطة آيسكس المسؤولة عن التحقيق في القضية أشارت إلى أنها تسعى للتعرف على هوية الضحايا، وتوقعت أن المهمة ستستغرق وقتاً طويلاً، لكن سرعان ما أعلنت وكالة رويترز أن جميع الضحايا 39 الذين تم العثور على جثثهم في شاحنة قرب لندن هم صينيون، وطبعاً يبدو أنهم يهاجرون إلى لندن بطرق غير شرعية. بغض النظر عن جنسية الضحايا، هذه ليست الجريمة الأولى من نوعها في بريطانيا. ففي عام 2014 تم الكشف عن حاوية تقل مهاجرين بالقرب من أحد المواني، وبعد سماع أصوات صراخ وطرق داخلها وجد فيها 34 أفغانيا يعانون من جفاف حاد وانخفاض درجة الحرارة، ولم يتوفى منهم سوى شخص واحد. وحادثة مماثلة أخرى حدثت عام 2000 عثرت فيها السلطات البريطانية على جثث 58 مهاجرا سريا صينيا داخل شاحنة هولندية في ميناء دوفر البريطانية، ولم ينتج أو ينجو عفوا منها سوى شخصان، كما أن 4 أشخاص لقوا حتفهم في 3 أشهر الماضية خلال محاولتهم عبور القناة الإنجليزي بحثا عن ملجأ أمن في بريطانيا. أيضا البريطانيون رأوا أن حادث الحاوية الأخير ربما كشف أزمات خفية في بريطانيا، وعبروا عن هذا في تغريداتهم. وأبرز الأزمات التي تحدثوا عنها هي عمليات التدقيق التي تفرضها بريطانيا على الحدود، والتي دفعت الناس للبحث عن وسائل أكثر خطورة للوصول إلى بريطانيا. فماذا تتوقعون بعد تكرار هذه الحوادث؟ هل ستعيد بريطانيا النظر في عمليات التدقيق على الحدود؟